الشهيد ابو الاكبر يعني اكو في الموضوع انه الشهيد الشاب علي جبار اللي غالبيه شباب البصره تعرفه يعني الله يرحمه الله يرحمه اللي كان لقبه يا روحي لان اي شخص يسلم عليه يقول له يا روحي ف يعني هم دافعوا عن الوطن ولو ما هم موجودين كان احنا من وجدنا هسه حاليا قاعدين موتك بينا عايش عمر ما عد غطب وجه الجنازة نشيله ونرده الله الله موتك بينا عايش عمر ما عد غطب وجه الجنازة نشيله ونرده ومثل فتحة عيونك بالصور مفتوح باب الغرفة ياهو اللي يقدر يسده الله الله أفا تخليها تلطم فتحة الكنتور أمك على الملابس ماي تتبدل الله الله القصيبة تنت تحلم بالحلم تنشاف أمس فوق الجنازة انقصت بشدة الله 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 شلو وجه الرحمة والخلود أكيد جميع الشهداء آمين يا رب العالمين.